ايش المشكلة العالقة اللي بتشوفيها بالمجتمع العربي لا بدها حل؟ العنف في المجتمع العربي. العنف في المجتمعات بكل اشكاله، الجريمة كلها. طبعا كلها. لمين بتوصل هذه الرسالة؟ لرؤساء مجالس؟ لمين بتوصل؟ الصراحة انا بوصلها للاهل قبل كل شيء، يعني يمكن الطابب ملعب الاهل اكثر مما تكون بايد رؤساء مجالس او بايد خلينا نقول الشرطة وهيك، لانه احنا كاهل بفكر انه التغيير ببلش من عندنا احنا. فبفكر انه الاهل، الاهل الاشي بالترباية، الاشي بكيف بنزرع باولادنا هو اللي بده يطلع بالاخير. شو بنزرع احنا بدنا نحصد. كشاب انت شايف اشي فيش فيه مشاكل بالمجتمع العربي؟ كل فيش مشكله مش موجوده بالمجتمع العربي. من زي ايش؟ عنف، سكن، عنف، قتل، ازمه سكن، الاراضي غاليه كثير. بتواجه هذا الاشي بغلاء الاراضي؟ انت كشاب تحلم انه يكون عندك ارض تشتريها باقل من مليونين شيكل مثلا؟ الحمد لله يعني عندي ارض من ابوي، بس كل اشي غالي اليوم. زي كل اشي تاخذ من الاكل، القمح، الطحين، كل اشي من الاشي الاساسي اليوم غالي لاكبر اشي، كله عم بغلى. في ازمه سير كثير، واحد بطل دي للثاني، فيش مجالات، يعني تاخذ بالكلمه محلات ضغوطات هنا، شو اسمه كمان للعمار ما فيش، فيش صعب كثير. واليوم بهذا الوضع يا اخي شو منين بدك تشتري مليون ونص شيكل للدوم الارض، وبدك تعمر وبدك تتجوز، بدك مصاري الله. بتعرفي العالم وضعها كبي وغلى الاراضي كثير، وفيش مجال، صعب كثير. يعني انت بتطلب انه يلاقوا حل سريع لهي الازمه؟ مزبوط. انا ما بتاخذيش بالكم، انا في عندي شباب اثنين كل واحد عمره 17 سنه، بدي فيش عندي غير دار واحدة، وين بدي اسكنه؟ فيش عندي ارض، منين بدي اشتري ارض؟ صعب اشتري ارض. يعني توصل تقدر بمئات الاف الشوك لك؟ معلوم، كثير مصاري وصعب الوضع. يعني الارض شو اليوم اذا كانت 250,000، 200,000، اليوم مليون ونص، بدك تطوب، بدك 2 مليون، بدك تعمر، بتطلع يا ما فيش معك ولا بتغرب مينوس. لمين هاي الرسالة بتوديها؟ للحكومة، لأعضاء الكنيسة، للمجلس؟ أعضاء الكنيسة وكمان للحكومة ولأعضاء المجلس، وكمان هذول اللي غلوا الأراضي، كمان اللي غلوا الأراضي يكون يعني الفقير اللي بطل يشتري أرض. صعب هذا الحالة، فيش فضلش يعني مش ما فيش مجال تشتري الأرض. أول إشي العنف إن شاء الله إنه بكله، بكون فعلا يكون هدوء. وأزمة تصير لابد في كل إسرائيل مش بس بالريني. هذه المشكلتين الأساسيات التي تعانون منها؟ الأساسيات هذول اللي عايشينها يوم يوم. أيوة. اللي مخفي أكيد في بكثير أكثر، إن كان من مدارس، إن كان من نوادي اللي بحاجة للأطفال هاي اللي تكون الأطر لإلها. توصل رسالة لحدا لمسؤولين يحلوا هاي المشاكل؟ يا ريت يوعوا لهاي الأولاد الأطفال الصغار اللي بدهن يكبروا شوي، وإن شاء الله يكون خير للكل.